موجز العاشرة، أهلا بكم. اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وصوت لصالح القرار 157 صوتا فيما عارضته 7 دول ممثلة في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كندا والنايرو وميكرونيزيا وجزر مارشال وبلاوة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وأكد القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تشييد للجدار العازلي والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات الأمن السودانية تستخدم قوة مفرطة بحق المتظاهرين ضد ما أسماه الانقلاب في السودان، مؤكدا على حق السودانيين بالتظاهر السلمية. تصريحات المسؤول الأممي جاءت خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من المطار في العاصمة البيلاروسية مينسك متوجهة إلى أربيل ومن ثم إلى بغداد، وعلى متنها 430 مهاجرا عراقيا معظمهم من الأكراد. وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت في وقت سابق إنها أرسلت طائرة إلى العاصمة البيلاروسية لنقل 430 شخصا معظمهم من أكراد العراق إلى أربيل في إقليم كردستان. ويشكل أكراد العراق الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية عبر بيلاروسيا. ألقت طائرة الترحيل العراقية ترحيبا من قبل بولندا التي شهدت العدد الأعلى من المهاجرين الذين يحاولون العبور عبر بيلاروسيا. في العراق، دعا مساء أمس الخميس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي إلى ما وصفه مراجعة أنفسهم من أجل إعادة ثقة الشعب. ودعا أيضا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وحل الفصائل المسلحة غير المنضبطة وتسليم أسلحتها للدولة. خطاب الصدر يأتي بالتزامن مع تسريبات بشأن عقد القوى الخاسرة في الانتخابات اجتماعا جديدا وسط حديث عن مبادرة جديدة للرئيس العراقي تهدف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد. حصل رجلان أمضيا عقودا في السجن بعد إدانتهما بقتل الناشط المسلم والمدافع عن الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965. حصل على البراءة أمس الخميس بعدما اعتذر المدعي العام لمقاطعة منهاتن عن ما أسماه انتهاك القانون وثقة الجمهور. وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما أبطلت قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك حكمي الإدانة ضد محمد عزيز 83 عاما وخليل إسلام الذي توفي عام 2009. وقال عزيز للمحكمة إن إدانته الخاطئة نابعة من عملية فاسدة في جوهرها وعملية مألوفة بالنسبة للسود في عام 2021. أعلن 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.
وقدم عضوان جمهوريان وآخر مقرب من الديمقراطيين مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية. واعتبر الأعضاء الثلاثة إن هذه الصفقة قد تسرع سباق التسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة للخطر. أعربت الصين أمس الخميس عن احتجاجها القوي ومعارضتها الشديدة لموافقة ليتوانيا على إنشاء ما يسمى مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وسيتحمل الجانب الليتواني المسؤولية عن جميع ما يترتب على ذلك من عواقب، وإنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. نشر عسكريون برا وجوا مساء أمس الخميس في غرب كندا في محاولة للاستجابة للفيضانات والانهيارات الأرضية الكبيرة التي خلفت قتيلا وعشرات المفقودين، بينما أصبحت أعداد من تم إجلاؤهم بالآلاف. وجرفت الفيضانات عددا من السيارات وأغلقت العديد من الطرق السريعة بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية، كما تسببت في وقف خطوط السكك الحديدية. وتعد هذه الفيضانات ثانية كارثة مرتبطة بالطقس تضرب مقاطعة المحيط الهادي في غضون أشهر قليلة. نهاية الموجز، في أمان الله.